السلام عليكم. شحال هي الكميه ديال الماء اللي خاصنا نشربو يوميا؟ الا جيتي تحسبها بالكيلوغرام غتاخد الوزن ديالك، معادله بسيطه، غتاخد الوزن ديالك وغتضربو 0.033، النتيجه اللي غادي يعطيك بالليتر. افتراضا انت عندك 70 كيلوغرام، غتاخد 70 مضروبه في 0.033، النتيجه اللي غتعطيك كنظن واقيلا شي 2.30 لتر، يعني خصك تشرب 2.30 لتر، هذا المينيموم. يعني الا شربتي اكثر غادي يكون افضل. بغيتي تحسبها بالباوند وبالاونسز، غتاخذ الوزن ديالك بالباوند غتقسمو على 2، والنتيجه اللي غادي يعطيك هي شحال من اونسز خصك تشرب. افتراضا انت عندك 156 باوند مقسوم على 2 كتعطيك 156، تعطيك 75، 78، 78 باوند، 78 باوند يعني 78 اونسز ديال الماء اللي خصك تشرب. يعني تقريبا غادي يكونوا شي 4.5 من هادو حتى 5 من هاد القراعي، بحال هكا كنظن فيها شي 16 الاونسز، فغادي يكون بحال هكا. فبغيتي تحسبها بالكيلوغرام كما قلنا، الكيلو مضروب في 0.33، النتيجه بالليتر هي اللي خصك تشرب في النهار. بغيتي تحسبها بالباوند، الوزن ديالك مقسوم على 2، النتيجه اللي غادي يعطيك هي شحال ديال الاونسز ممكن تشرب في النهار. كما قلنا هذا الحد الاقصى اللي ممكن تشرب انت، يعني الا بغيتي تشرب اكثر ممكن تشرب اكثر. الناس اللي كيلعبوا الرياضه او كيخدموا برا كيتعرقوا بزاف، يعني فوق ما شربتي اكثر كيكون احسن، ولكن هذا هو المينيموم اللي خصك تبقى عليه. ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.